يا من أرجوه لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة المبعث الشريف، ليلة 27 من رجب الأصب. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالدي والدي وعن إخوتي وأخواتي وأهلي وقراباتي وأصدقائي وجيراني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات حيهم وميتهم، سيما من لم يذكرهم ذاكر، وعمن قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عبد الله وأخو رسوله، وأن الأئمة الطاهرين من ولده حجج الله على خلقه. ثم ادخل وقف عند القبر مستقبلا القبر والقبلة بين كتفيك، وكبر الله 100 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم خليفة الله، السلام عليك يا وارث نوح صفوة الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد سيدي رسل الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا وارث علم الأولين والآخرين، السلام عليك أيها النبأ العظيم، السلام عليك أيها الصراط المستقيم، السلام عليك أيها المهذب الكريم، السلام عليك أيها الوصي التقي، السلام عليك أيها الرضي الزكي، السلام عليك أيها البدر المضيء، السلام عليك أيها الصديق الأكبر، السلام عليك أيها الفاروق الأعظم، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى،
السلام عليك يا حجة الله الكبرى، السلام عليك يا خالصة الله، السلام عليك يا خاصة الله وخالصته وأمين الله وصفوته وباب الله وحجته ومعدن حكم الله وسره وعيبة علم الله وخازنه وسفير الله في خلقه. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته وبلغت عن الله ووفيت بعهد الله وتمت بك كلمات الله وجاهدت في الله حق جهاده ونصحت لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وجدت بنفسك صابرا محتسبا مجاهدا عن دين الله موقيا لرسول الله طالبا ما عند الله راغبا فيما وعد الله ومضيت للذي كنت عليه شهيدا وشاهدا ومشهودا فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله من صديقا أفضل الجزاء. أشهد أنك كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عناء وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضلهم مناقب وأكثرهم سوابق وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلا وأكرمهم علي فقويت حين وهنوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنك كنت خليفته حقا لم تنازع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وضغن الفاسقين وقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تتعتعوا ومضيت بنور الله إذ وقفوا فمن اتبعك فقد اهتدى كنت أولهم كلاما وأشدهم خصاما وأصوبهم منطقا وأسدهم رأيا وأشجعهم قلبا وأكثرهم يقينا وأحسنهم علما وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا فحملت أثقال ما عنه ضعفوا
وحفظت ما أضاعوا ورعيت ما أهملوا وشمرت إذ جبنوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا كنت على الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا وللمؤمنين غيثا وخصبا وعلما لم تفل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله قويا في بدنك متواضعا في نفسك عظيما عند الله كبيرا في الأرض جليلا في السماء لم يكن لأحد فيك مهمز ولا لقائل فيك مغمز ولا لخلق فيك مطمع ولا لأحد عندك هوادة يوجد الضعيف الدليل عندك قويا عزيزا حتى تأخذ له بحقه والقوي العزيز عندك ضعيفا حتى تأخذ منه الحق القريب والبعيد عندك في ذلك سواء شأنك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم وعزم ورأيك علم وحزم اعتدل بك الدين وسهل بك العسير وأطفئت بك النيران وقوي بك الإيمان وثبت بك الإسلام وهدات مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون لعن الله من قتلك ولعن الله من خالفك ولعن الله من افترى عليك ولعن الله من ظلمك وغصبك حقك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به إنا إلى الله منهم براء لعن الله أمة خالفت وجحدت ولايتك وتظاهرت عليك وقتلتك وحادت عنك وخذلتك الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود أشهد لك يا ولي الله ويا ولي رسوله صلى الله عليه وآله بالبلاغ والأداء وأشهد أنك حبيب الله وبابه وأنك جنب الله وحجته الذي منه يؤتى وأنك سبيل الله وأنك عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وآله أتيتك زائرا لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله متقربا إلى الله بزيارتك راغبا إليك في الشفاعة أبتغي بشفاعتك خلاص نفسي متعودا بك من النار
هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري، فزعا إليك رجاء رحمة ربي أتيتك أستشفع بك يا مولاي إلى الله، وأتقرب بك إلي ليقضي بك حوائجي، فاشفع لي يا أمير المؤمنين إلى الله، فإني عبد الله ومولاك وزائرك، ولك عند الله المقام المعلوم والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على عبدك وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وكلمتك الحسنى وحجتك على الورى وصديقك الأكبر سيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأصفياء، أمير المؤمنين ويعسو بالمتقين، وقدوة الصديقين، وإمام الصالحين المعصوم من الزلال والمفطوم من الخلال والمهدب من العيوب والمطهر من الرائب، أخي نبيك ووصي رسولك، والبائت على فراشه والمواسي له بنفسه، وكاشف الكرب عن وجهه الذي جعلته سيفا لنبوته ومعجزا لرسالته ودلالة واضحة لحجته وحاملا لرايته ووقاية لمهجته وهاديا لأمته ويدا لبأسه وتاجا لرأسه وبابا لنصره ومفتاحا لظفره، حتى هزم جنود الشرك بأيديك وأباد عساكر الكفر بأمرك، وبدل نفسه في مرضاتك ومرضات رسولك، وجعلها وقفا على طاعته ومجنا دون نكبته، حتى انفاضت نفسه صلى الله عليه وآله في كفه واستلب بردغا ومسحه على وجهه، وأعانته ملائكتك على غسله وتجهيزه، وصلى عليه ووارى شخصه وقضى دينه وأنجز وعده ولزم عهده واحتدى مثاله وحفظ وصيته، وحين وجد أنصار النهضة مستقلا بأعباء الخلاف مطلعا بأثقال الإمامة، فنصب راية الهدى في عبادك ونشر ثوب الأمن في بلادك،
وبسط العدل في بريتك، وحكم بكتابك في خليقتك، وأقام الحدود وقمع الجحود وقوم الزائغ وسكن الغمر وقوم الزائغ وسكن الغمر وأباد الفترة وسد الفرجة وقتل الناكثة والقاصطة والمارقة ولم يزل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله ووتيرته ولطف شاكلته وجمال سيرته مقتديا بسنته متعلقا بهمته مباشرا لطريقته وأمثلته نصب عيناي يحمل عبادك عليها ويدعوهم إليها إلى أن خضبت شيبته من دم رأسه. اللهم فكما لم يؤثر في طاعتك شكا على يقين ولم يشرك بك طرفة عين صل علي صلاة زاكية نامية يلحق بها درجة النبوة في جنتك وبلغه منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو الفضل الجسيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من أرجو لكل خير